شاهدتم في الحلقة السابقة من مسلسل لعبة الزمن. وراكم جايين؟ سمعت ماشي دولة. هذوك خدموا أفير. يخدمونا. أنا شو راه؟ ماما حرام عليك. كلي من هاكا. ولا كرهتونا المعيشة بهاد المشاكل تاعكم. مدير في الشركة مشي مدير عليا هنا في الدار. مون ديو واش سمعوا طابله خالصه لي هذو غير نتوما يا ولاد الضاويه بسم الله الرحمن الرحيم شكون هذا اللي راه جينا فيه نصلي انا نوض نحل الباب اي نتوما ما راكم دايرين والو اي نتوما ما راكم دايرين والو ودي انا ماني داير والو وانتوما ماكو دايرين والو ما رانا دايرين والو وانتوما ما درتو والو عيط للمحرقه تاع ولادك مولانا واش خصها من ولادي أيام وليالي عايش وحداني وعدي خلاني مغبون مهاني أيام وليالي عايش وحداني وعدي خلاني مغبون مهاني يا خويا رواح تشوف هذا الزمان المكشوف يا خويا رواح تشوف هذا الزمان المكشوف فيه الذهب المتحوف وفيه موديح الصوف ثواني تقايق سوايع وسنين ضاعوا شبان في غياب الدين ثواني تقايق سوايع وسنين ضاعوا شبان في غياب الدين دنيا غرارة والزمان صعيب والناس قباحة والقلوب حديد دنيا غرارة وزمان صعيب الناس قباحة والقلوب حديد كاين الزين يا وكاين الشين الطف يا ربي يا رحمن يا رحيم عيط المحرقة تاع ولادك مولانا واش خصها من ولادي يمشوا معايا لمركز الشرطة سي البرق راه محتاجهم مالاه سيديك البرق على الضاوية رانا ساكلي الله في عقله ولا ما قعدش انسانة اوه تبان لي انا قال لي زوج صوالح يا تجيبهم معاك يا تجيبهم معاك مالا تفضل راه 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 بعيدك بعيدك دي مالك دي مالك مالك يا ربي
الناس قاعد غير من المعيشه نتاع كوثر، الفيلا واللوطو واللبسه على كلاس والتحواز. بصح ما على بالهمش باللي كوثر ترقد بالهم وتنوض على الهم كل يوم المشاكل. الحمد لله يا ربي اللي عطيتني شخصيه قويه نقدر نواجه بيها طريق الدنيا المظلام. السلام عليكم حضرات. السلام ورحمة الله. هاهو هنا تفضل معايا. قعيدك قعيدك خويا ما تهضرش معايا. قعيدك مشى انت عندك صاحبي قعيدك مشى بالله فمك قول منا. حضرات تحتاجني؟ سيبو كمل المهام تاعك. السلام عليكم. سلام. مالك مأولاد الضاوية وعلاش راك جايبنا في دار نص الليل؟ بالله فمك انت بالله ازرع ينبت وما تطولهاش علينا. نزرعين بس بقى نحصد ديركت. حتى لوين يا ولاد الضاوية حتى لوين؟ كل يوم قضية ودايرين تبهديل. سهلة مهلة دخلكم الحبس ريح راسي. صبر روحك صغير منا باسكو حنا صغار وحورش وزيد بالزيادة احنا رزقنا جيبوه بعرق جبيننا. نغير منكم كي دايرين الناس اللي نغير منهم غير من خيال ها؟ وزيد تهدر فيها وما تحشمش. انا نغير من الناس اللي لاباس بهم مثقفين ونغير من الشباب اللي هما تحسهم المصابيح تاع المستقبل. شاف ها هي اللمبه انحرقت ثم كاع محروقين. يا ربي سيدي ولادي راكم بخير. ما الضاوية الله يرزقك الجنه يا سي البرك. امين. الله ينصر. امين يا سي البرك. لك صراحة وليداتي امين هذاك ما عندي. الضاوية واش نقول لك؟ الضاوية الضاوية حشيتني في الوقت واعر. الضاوية قضية كبيرة وخونا راه قدم شكوى ولا غالب ما عندي كيش ندير. شوف كيف هدير يرحم والديك الله يخلي لك ما تتمنى. امين انا وياك الضاوية. شفتوا وين توصلوا والديكم ياه لهذا الحالة؟ عيب وعار اللي راكو ديروا فيه والله ما تحشموا. ها توصلوا الضاوية لهذا الموصل والله ما راكو ملاح. الضاوية ما تقلقيش تسلك ان شاء الله. ها وزيد تقولوا الحبس ندال للرجال. ياه انا نعرف الرجال اللي يضربوا صدورتهم ما يدخلوش والديهم لمركز الشرطة. هذو هما الرجال. اي قايدك اما على يده وغير الحبس ولا هذا الذل؟ الحبس ولا الذل تاعهم. يا اخوتي يا اخوتي امي امتي مسكينه راح دير كيما هكا غير على جالنا. يا باش نفهموا رواحنا ونولوا رجال. ها راها باينه مسكينه كاشفه روحها وظلت ترجي يا باش تردكم رجال. ها وفي التالي ما كان والو. شوفوا الحاجه اللي نقولها لكم وهي التاليه غير اوجع منكم الضاوية. راكو تسمعوا رفديهم خرجوا عليا. الضاوية الضاوية دقيقة نحتاجك بلعي الباب وروح. واه سي البرك واش تحب؟ ايه يا الضاوية عينيك نوروا لي قلبي ورجعتيني حنين بزاف بزاف. فرق كبير بينك وبين ولادك وهذا هو الفرق اللي ما بين النور والظلام. يا سي البرق هاد الهضره ما فيها حتى لزوم ولو كان ما جا خيرك سابق والله غير لم عليك الكوميساري وندلك تبهدل. علاش هذا الزعف يا لاله الضاوية؟ يا اخي انا راني ناويك للحلال وما نلقاش بتن فاميليا اللي كيفك. سي البرق واش راك في عقلك؟ راك عارف واش راك تقول؟ انا مرترا مهم هاد التخمام غير نحيه من عقلك على خاطرش ما غاديش يصرا وحتى في منامك. الله يعاونك ويكثر خيرك يا سي البرك. ايه هذه هي الضاويه اللي كان يقولوا عليها كيما هاك. خصني ضروك نعرف عليها كل كبيره وصغيره. والله ما اني طايقك. صح عبد القادر
عبد القادر. نعم حضرات. غدوة إن شاء الله قبل ما أدخل الكوميسارية جيب لي الملف المدني تاع الضاوية ولادها. ملف المدنية؟ شو تدير بهذا الملف المدني أنت؟ أنت واش راه مدخلك؟ صورة كبار عليك وبعد عليك. سي بون؟ غدوة إن شاء الله يكون عندك هذا الملف المدني تاع الضاوية ولادها من الورقة الأولى حتى التالية. كاش حاجة واحدة أخرى؟ السلام عليكم. الناس تسكر فقرة وين نسكر كل يوم. منين تعمر قلبي انا ايوا شاوني الهموم. صباح الخير ام العزيزة. سمعوني مليح وليداتي، انا راني مريضه وراني عيت بزاف من المشاكل تاعكم. والله ما قدرت، والله ما قدرت. بركات اذا راكم حابين تقتلوني كملوا في الطريق اللي راكم فيها. حاشا ولله يا ميمتي العزيزه، انتي ضو عيني اللي نشوف به النور. اما احنا بني ادم، بنادم يغلط يغلط، وخير الخطائين التوابين. سمعي يما، حنا يا بروحنا على بالنا بلي انا غابنينك، وان شاء الله ربي يسمح لنا ورانا عولنا وغادي نوعدوك باللي غادي نبقاو نخدموا الحلال. هيا غير تهني دروك. روحوا يا وليداتي، راني راضيه عليكم دنيا واخره. كلوا صحتكم يا وليداتي. هكذا يا ام الحنينه، نوري لنا الدار بالضحكه الزينه نتاعك. كلوا وليداتي كلوا. ملس لنا الدهن ملس. يا لميمة ويا لميمة وربي يخليك لينا ديما، ويا لميمة ويا لميمة. يا ولادي يا ولادي وانتم راس مالي، ولا بغيتوا هنوني. يبان لي السي احمد هذا المشروع يليق له دراسة معمقة. السوق راه في حالة ركود كيما راه على بالك. جائحة كورونا أثرت على كل الأسواق، ماشي غير الوطني حتى الدولي. سلام بابا. سي أحمد نخلو الهضرة هذه غدوة إن شاء الله. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. زيك زعما مني بابا. وي بيت البارح. شبيت عند صاحبي؟ ثم عايش عارف علاش تخاف عليا؟ كي راني كبير، نعرف صوالح. ما راكش كبير من حق نخاف عليك، هذا حرام في كل بلاصه. سمعت؟ تاني عندك هذي. اسمع لي بابا، هذه اخر مره. ما تجيش تبات عند صحابك، تلاقاو في الدار. دارت بيا ليال همومي في الدنيا قاسية، زاد لي جرح الزمان وانا في حياتي شاقية. دارت بيا ليال همومي في الدنيا قاسية، كتراني المحان وعلى ولادي دي مصر.
كاس المرار انا شربوني وزين عليا دار ترى لي على دار بكيت يا عيوني مبقى في ودغي الاحجار لهم ما بغات تروح والوقت وين جروح شعلت نار الكيا كشفت الاسرار اللي غطات علي انوار كل شي طر من يدي يا ملا حياتي هادا وانا لهومي صابرة لعبات الزمن مدادة معايا وانا مازا صامدة يا ملا حياتي هادا وانا لهومي صابرة لعبات الزمن مدادة معايا وانا مازا صامدة دارت بيا ليا مهمومي في الدنيا قاسية زاد لي جرح الزمان وانا في حياتي شاكة دارت بيا ليا مهمومي في الدنيا قاسية كترالي يا لمحان وعلى ولادي دي حياتي هكذا وانا لهومي صابرة لعبات الزمن مدادة معايا وانا مازا صامدة يا ملا حياتي هكذا وانا لهومي صابرة لعبات الزمن مدادة معايا وانا مازا صامدة يا ملا حياتي هكذا وانا لهومي صابرة لعبة الزمن.